أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، لأن العوام فيهم جهل وفيهم جاهلية، وأنصاف المتعلمين كذلك فيهم قصور عقل ونقص تجربة وتوهم والمتعالمين والمباهين بالعلم، طلاب العلم من أجل الدنيا لهم حظوظ أنفس، كل هؤلاء يسعون في التحريش بين أهل العلم والتعصب لأحد على حساب الآخر، مع أنهم قد يكونون أساءوا الفهم هم أنفسهم، يجتمع سوء الفهم وسوء القصد والتعصب الجاهلية أو الأخذ بمسالك الجاهلية وحظوظ النفس، فيفسدون بين أهل العلم. هذا يحصل بين طلبة الشيخ أحيانا بعضهم لبعض، ويحصل بين الذين يترددون على الأقران، قد يحملهم التعصب لشيخهم لشيء من هذه المساوئ والعياذ بالله، وهم الأخسرون بهذا. نعم.